A total of 14 overseas territories. They're located all over the globe, from the Falklands Islands off the coast of South America, the British Antarctic claim, islands like Ascension in the middle of the Atlantic Ocean, islands in the Indian Ocean, or even Gibraltar off the south coast of Spain. Each of the territories has a slightly different relationship with Britain, based on its history and its people. <laughs> الموقع الحكومي الرسمي اسمه جي او في برمودا، هكلمكم عن كل طرق الهجره لجزيره برمودا البريطانيه دي. بالنسبه للرواتب متوسط الرواتب هناك حوالي 1590 دولار في الشهر، ده المتوسط. بالنسبه لمصاريف المعيشه جزيره برمودا تعتبر من ارخص الجزر في المعيشه في العالم، وانا هسيب لكم في الكومنت المثبت اسفل الفيديو لينك الموقع اللي تعرف من خلاله كل مصاريف المعيشة والسكن والمواصلات بالكامل في كل مدينة في جزيرة برمودا دي ازاي تدخلوا الجزيرة وتعملوا اقامة فيها اولا بالنسبة للسياحة جزيرة برمودا بدون فيزا لكل جنسيات العالم زي ما مكتوب قدامكم على الشاشة تاني طريقة عشان تعمل اقامة في جزيرة برمودا هي اقامة العمل طيب تعمل اقامة العمل دي ازاي الأول زي ما احنا شرحنا من شوية، أنت هتدخل الجزيرة كسائح بدون فيزا تماما، وهناك تدور على شغل، ولو لقيت شغل بتروح مكتب الأجانب اللي موجود في الجزيرة، وأنت موجود على أرض الجزيرة بالفعل، وتعمل تحويل لموضوع السياحة ده لإقامة عمل. وعشان لو أنت عندك أي أسئلة عايز تسألها لحكومة الجزيرة بصورة مباشرة قبل ما تسافر الجزيرة سواء عن الشغل او عن اي حاجه تخص البلد فحكومه الجزيره عاملين صفحه كامله رسميه ليهم تقدر تبعت على الصفحه دي اي اسئله او اي استفسارات وهم هيردوا عليك مباشره هسيب لكم لينك ان حكومه الجزيره دي عاملين موقع توظيف خاص بيهم خاص بيهم هم فقط بيعرضوا عليه كل الوظايف اللي هم محتاجينها انا هسيب لكم لينك موقع التوظيف ده بتاع حكومة الجزيرة في الكومنت المثبت اسفل الفيديو عشان تدخل عليه وتعرف كل تفاصيل الشغل المتاح هناك بنفسك الموقع ده عامل زي موقع الجوب بانك بتاع كندا كده يعني هو موقع خاص بيهم هم فقط بتدور فيه على وظيفة تبع مجالك او حتى تبع اي مجال تاني ولو لقيت وظيفة مناسبة بتقدم على الوظيفة دي على الموقع ولو اتقبلت بتسافر الجزيرة دي الطريقة الخامسة عشان تعمل اقامة في الجزيرة وهي اقامة اللجوء جزيرة برمودا بتستقبل لاجئين عادي جدا طبقا لاحصائيات مكتب الامم المتحدة لاعادة توطين اللاجئين UNHCR واللاجئ في الجزيرة بيحصل على مساعدات عبارة عن راتب 800 دولار فقط شهريا ده غير انه بيكون له الحق انه يشتغل زيه زي المواطن العادي بعد تقديم اللجوء بثلاث شهور طيب تقدم على اللجوء ازاي في الجزيره دي شرط اساسي لازم تكون موجود على ارض الجزيره بالفعل يعني انت هتروح تسافر سياحه وتدخل بدون فيزا وبعد كده تقدم لجوء مباشره وانت على ارض الجزيره بالفعل وهتقدم لجوء تبع اليو ان اتش سي ار الاجراءات بتتاخد بعد كام سنه بالظبط وهل جنسيه الجزيره دي بتسمح بازدواج الجنسية يعني احتفظ بجنسيتي الاصلية الاجابة ان الجنسية البريطانية الخاصة بالجزيرة دي بتسمح بازدواج الجنسية عادي جدا وبتسمح انك تحتفظ بجنسيتك الاصلية وعشان تاخد الجنسية بتاعت الجزيرة دي لازم تقعد في الجزيرة لمدة خمس سنوات كاملين ممكن طبعا تنزل اجازات براحتك وتزور بلدك براحتك وتزور اهلك براحتك ولكن المهم ان مجموع المدة اللي انت هتقعدها في الجزيرة عشان تاخد الجزيرة دي يكون خمس سنوات المهم ان مجموع المدة اللي هتقعدها في الجزيرة عشان تاخد الجنسية يكون خمس سنوات وبس كده دي كانت كل حاجة عن فيديو النهاردة لو الفيديو ده عجبك واستفدت منه اي معلومة ما تنساش تعمل لايك للفيديو شير الفيديو مع اصحابك المهتمين بالسفر والهجرة The relationship with Britain, or do they want their independence? Well, it's worse similarly, Bermuda has large military bases, largely due to its position in the North Atlantic Ocean. So, clearly, there's a military benefit to the UK maintaining these territories. They allow Britain to operate effectively around the globe, and it can be argued, help Britain maintain its international presence. In return, Britain offers the territories their military protection after all britain has its own large militaries and the territories wouldn't be able to make a military of their own of this size i mean the total population of all of the territories combined is about a quarter of a million and the uk armed forces employ 144000 people so on the military front it seems fair to say that britain and the british overseas territories help each other out it's a if you scratch my back i'll scratch yours kind of scenario Okay, so this explains the military aspect, but what about governance? Well, as we explained, Britain reserves the right to make decisions about the defence of these territories. And this is done through the executive of the overseas territories, primarily money and citizenship. The citizenship element is fairly simple to explain. Every citizen of a British overseas territory is eligible for British citizenship by virtue of their British overseas territory citizenship. Which not only gives them automatic entry to the UK, but also is a pretty powerful, though decreasingly influential, passport when travelling abroad. On the financial territories, are happy with their relationship with Britain, but it seems that on the whole, they're largely content. Arguably, this could be down to historic links to Britain and the fact that Britain has occupied the territories for usually centuries. What do you think, though? Does the relationship seem fair? And if you live there, do you think you'd want your independence?